بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا مع فيديوهات الدوال كثيرات الحدود. في هذا الفيديو السادس بإذن الله رايح نتعرف على أي كيفية حل متراجحة صماء، يعني كما شفنا مع المعادلات في الفيديو الإيجاز، يعني متراجحة صماء أي تحوي على جذر، إنيكواسيون إيراسيونيل. ماذا نعني بحل متراجحة صماء؟ حل متراجحة صماء مبني على الملاحظتين التاليتين. الملاحظة الأولى، إذا كان A حقيقي موجبا، وإذا كان B حقيقي سالبا كان A أكبر أو يساوي B. الملاحظة الثانية، إذا كان A و B عددين حقيقيين موجبين كان A أكبر تماما من B، هذا يكافئ أن A مربع أكبر تماما من B مربع. الآن نشوف متراجحة. نبدأ بالمتراجحة من الشكل جذر P لX أكبر تماما من Q لX، هذه متراجحة. أي A و B عددان حقيقيان، جذر A أكبر تماما من B إذا وفقط إذا كان B أكبر أو يساوي الصفر، و A أكبر تماما من B مربع أو B أقل تماما من صفر و A أكبر تماما من الصفر. حتى نفهم ما أكثر ما قلناه هنا في النتيجة هذه، نأخذ مثال، أي نحاول نحل المتراجحة هذه اللي هي جذر 2 ناقص X أكبر تماما من X زائد 4، يعني راهي على الشكل هذا، راهي كما الشكل هذا. إذا تكون هذا المتراجحة معرفة إذا وفقط إذا كان، تكون المتراجحة معرفة إذا وفقط إذا كان أي 2 ناقص X أكبر أو يساوي الصفر، إذا كان 2 ناقص X أكبر أو يساوي الصفر لأنها تحت الجذر، أي X أقل أو يساوي الاثنان. لماذا؟ لأن كاين ناقص وراء الإكس، إذن يقلب المتبعي. إذن الآن نأتي نحل المتراجحة على المجال التالي. إذن نحل المتراجحة على المجال اللي هو من، لاحظ، أقل أو يساوي الاثنان، إذن المجال من ناقص لا نهاية حتى للاثنان، يعني نخدم في هذا المجال. إذن نميز حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى صح، إذا كان X زائد 4 أقل تماما من الصفر، يعني بقى لنا هذا، يعني هذا خلاص ميزنا، خرجنا المجال، بقى لنا هذا. عندنا حالتين. الحالة الأولى، إذا كان X زائد 4 أقل تماما من الصفر، أي X أقل تماما من ناقص 4. إذن هنا حلول المتراجحة هي كالتالي. إذن حلول المتراجحة هي ماذا؟ هي، لاحظ، تقاطع المجال اللي هو ناقص لا نهاية حتى للاثنان، تقاطع مع من؟ مع ناقص لا نهاية حتى إلى ناقص 4، مجال مفتوح لأن أقل تماما من ناقص 4، أي هذا المجال، تقاطع هذا يعطينا المجال هذا بنفسه، أي ماذا؟ أي ناقص لا نهاية حتى ناقص 4 هكذا، يعني كل هنا ماذا نقصد بها؟
أي كل عدد من هذا المجال من نقص لانية إلى نقص 4 هو حل للمتراجح. الحالة الثانية، الحالة الثانية، لاحظ هذه، لاحظ أنها تختلف عن المعادلة. لاحظ في المعادلة كي كانت x أنا زائد 4 كون كانت معادلة أقل من صفر معادلة قلنا مستحيلة، لكن في المتراجح لا، لاحظ أنه الأمر يختلف. الحالة الثانية إذا كان، إذا كان أي x زائد 4 أكبر أو يساوي الصفر، أكبر أو يساوي الصفر، أي x أكبر أو يساوي الناقص 4. هذا وش يعني؟ أي ماذا؟ أي x تنتمي إلى المجال أي من ناقص 4 مغلوق، لأن أكبر أو يساوي إلى زائد لا نهاية هكذا. إذن ما تنتمي إلى المجال ماذا؟ من ناقص 4 إلى زائد لا نهاية. نأتي الآن ونربع الطرفين كما درنا مع المعادلة، نربع الطرفين. إذن اللي هما أي جذر 2 ناقص x مربع أكبر تماما من x زائد 4 مربع هكذا. إذن الجذر هذا يتنحى كي يربعوه، إذن تولي 2 ناقص x أكبر تماما، هنا a زائد b مربع، إذن تولي لنا x مربع زائد 2 في الربع في x 8 x 4 مربع أي زائد 16 هكذا. ومنه تصبح لدي المعادلة على الشكل التالي، x مربع زائد 9 x ناقص x يروح مع 8 ولي زائد x، والاثنان تولي ناقص 2 و 16 زائد 14 أقل تماما من الصفر. لاحظ لماذا أقل تماما من الصفر؟ لأن هذا ديناهم منا، لاحظ هنا، لاحظ المتباين أكثر، الإكس مربع راه منا في الجهة هذه تاع أقل تماما، ما علينا إلا قلبناها منا نقلبوا هذه معاه، ها هي المتباينة نقلبوها معاهم. انتبه إلى النقطة هذه بالضبط، انتبه لها جيدا. ها صح. إذا نواصل، الآن لدينا متراجحة من الدرجة الثانية، الآن أمامنا متراجحة من الدرجة الثانية. نحسب دالتا، دالتا تساوي ب مربع اللي هو 9 مربع ناقص 4 في ال A 1 في السي اللي هو 14 يساوي ماذا؟ يساوي أي 9 مربع اللي هي 81 ناقص 4 في 14 ناقص 56 ناقص ماذا؟ 56، ومن نجد 25، يعني دالتا أكبر تماما من الصفر، يعني لدينا حلين متميزين، x1 يساوي ناقص b أي ناقص 9 ناقص جذر دالتا يعني ناقص 5 على 2 في A 2 في 1 أي 2، ومنه يساوي أي ناقص 14 على 2 يساوي ناقص 7. ماذا يساوي؟ ناقص 7. x 2 يساوي ناقص 9 زائد 5 على 2، ومنه يساوي ناقص 4 على 2 أي يساوي الناقص 2. هذا الحول اللي صمناها هذا ماذا؟ تكافئ، ماذا؟ تكافئ أن x محصورة أي أقل من ناقص 2 أقل تماما من ناقص 2 وأكبر تماما من الناقص 7، يعني محصورة بين هذا، أي أن حلول المتراجحة، لاحظ أي حلول المتراجحة اللي هي هذه المتراجحة اللي هي أمامنا هي x مربع زائد 9 x زائد 14، أنا في هذه مشي في اللي طوان على قد لاحظ أنه قلنا من ناقص 4 مشي من ناقص 7، هي من ناقص 4 حتى الوين حتى إلى ناقص 2 هكذا، عفوا
التموين قلنا ناقص اثنان هكذا. لاحظ لماذا؟ لأن قلنا وين من ناقص أربعة، ها هو إكس تنتمي ناقص أربعة إلى زائد لا نهاية، وهنا راه الإكس محصور بين الناقص اثنان والناقص سبعة، أي ناقص أربعة جاي منا. لازم دائما تراعي هذا المجال. إذن لهنا واش نقولوا؟ نقولوا أن حلول المتراجحة هي حلول المتراجحة هي كالتالي. لاحظ هي تقاطع المجال الأول اللي صمناه اللي هو من ناقص لا نهاية حتى ناقص أربعة اتحاد عفوا مع من؟ مع المجال اللي صمناه جديد من ناقص أربعة حتى ناقص اثنان حتى الناقص اثنان. إذن واش تعطينا هنا؟ هذا يلصق مع هذا تعطينا المجال أي من ناقص لا نهاية حتى ناقص اثنان هكذا. إذن ها هو حل المتراجحة، هي في المجال ناقص لا نهاية إلى الناقص الاثنان. نواصل مع هذا التمرين. جذر x مربع زائد 3 x ناقص 4 ناقص x أكبر تماما من الواحد. لاحظ هذه لازم نرجعها على الشكل هذا اللي قلنا في الأول، أي p ل x أكبر تماما من q ل x. لازم نرجعها على الشكل هذا. إذا كيفاش راح نرجعها على الشكل هذا؟ ما علينا إلا الجذر نخلو كما راهو، أي جذر x مربع زائد 3 x ناقص الأربعة أكبر تماما ناقص x، تروح مليت ولنا x زائد الواحد. إذن هنا لاحظ أن المتراجحة تكون معرفة إذا كان المتراجحة معرفة إذا كان ماذا؟ أي كثير الحدود هو x مربع زائد 3 x ناقص الأربعة أكبر أو يساوي الصفر لأنه موجود تحت الجذر. نأتي نحسب دالتا المميز، دالتا عفوا يساوي ب مربع اللي هي 3 مربع أي 9 ناقص 4 أي ناقص، ولا من أحسن نكتبها هكا أحسن هكا، 3 مربع ناقص الأربعة في أ في C اللي هي ناقص الأربعة. إذن 9 ناقص أي ناقص أربعة في ناقص أربعة زائد 16، يعني 9 زائد 16 تعطينا 25. إذن لاحظوا أننا وجدنا دالتا أكبر تماما من صفر. إذن لدينا حلين متمايزين اللي هما إكس واحد يساوي عفوا ناقص ب أي ناقص 3 ناقص جذر دالتا يعني ناقص 5 على 2 أ 2 في الواحد، 2 ومنه يساوي أي ناقص 8 على 2 أي تعطينا ناقص الأربعة، و X 2 تساوي أي ناقص ب زائد جذر دالتا على 2 أ تساوي تساوي ماذا؟ تساوي الاثنان على الاثنان ومنه تساوي الواحد. إذا مجال التعريف تاع هذه، علاش لحقنا للمميز باش نصيب الحلول إذا مجال التعريف كيفاش راح يكون؟ انتبه جيدا، مجال التعريف يساوي، قلنا لازم هذه تكون أكبر أو يساوي الصفر. قبل ما ندير مجال التعريف نروح للمسودة وندير جدول، ندير جدول ونشوف ها هو الجدول x و x مربع زائد 3 x ناقص الأربعة كثير الحدود. إذا ناقص لا نهاية ناقص أربعة والواحد وزائد لا نهاية، هذه نخدمها في المسودة هكا، تقدر ديرها في البروف النورمال. هنا قلنا مادام الدرجة الثانية، إذا عكس إشارة أ، هنا دائما عكس إشارة أ، إشارة أ هنا قلنا أكبر أو يساوي الصفر، لاحظ أكبر أو يساوي الصفر. إذا وين راه لنا في الجدول اللي هو القيم اللي هي أكبر أو يساوي الصفر، يعني في المجال هذا وفي هذا المجال. إذا هنا نقدر نقول أن دي تساوي أي من ناقص لا نهاية
إلى ناقص 4 مجال مغلوق لأنه أكبر أو يساوي اتحاد من الواحد إلى زائد لا نهاية هكذا. إذن الآن نأتي وندرس إشارة x زائد 1. ماذا؟ ندرس إشارة x زائد 1. لاحظ. إذن ندرس إشارة x زائد الواحد. x زائد 1. إذن حالة كما درنا قبيلات، إذا كان x زائد الواحد أقل تماما من صفر، أي معنى أي x أقل تماما من الناقص الواحد. إذن انتبه، لو جينا وحطينا الجذر المتراجح حتى أي x مربع زائد 3 x ناقص الأربعة، وقلت أكبر تماما من الإكس زائد الواحد، واش قلت؟ قلنا باللي هذه راهي أكبر أو تساوي الصفر، وهذه في الحالة هذه أقل من الصفر. هل هذا صحيح أن هذه اللي هي أكبر أي موجبة أو تساوي الصفر أكبر من حاجة سالبة؟ هذا نعم، هذا محقق. نعم، كي شغل قلت لك خمسة أكبر تماما من ناقص أربعة، هذا حاجة محققة. إذن هنا فهذه المتراجحة محققة. إذن هنا في الحالة الأولى هذا المجال واش نسميه؟ اس واحد يساوي أي من ماذا؟ من ناقص، لاحظ واش قلنا؟ قلنا إكس أقل تماما من ناقص واحد، يعني من ناقص لا نهاية حتى الوين حتى الناقص الواحد، مجال مفتوح لأنه أقل تماما. هذه الحالة الأولى صح. الحالة الثانية إذا كان x زائد الواحد أكبر أو يساوي الصفر، أي ماذا؟ أي x أكبر أو يساوي ناقص الواحد. لاحظ x أكبر أو يساوي الناقص الواحد، يعني لو كتبت هذا هنا مثلا، عاود هذا على الشكل هذا، أي الجذر x مربع زائد 3 x ناقص 4 أكبر تماما من x زائد الواحد. إذن لاحظ هنا المتراجح، واش قلنا في الحالة هذه؟ يعني هذا الجانب الأيسر أكبر أو يساوي الصفر، وهذه كذلك في الحالة هذه أكبر أو يساوي الصفر. إذن هنا ماذا نفعل؟ هنا نقوم بتربيع الطرفين، مربع الطرفين هكذا. إذن لاحظ نأتي هذه كامل اللي تحت الجذر، أي x مربع زائد 3 x ناقص 4، إذن أكبر تماما من x زائد الواحد. إذن نربع الطرفين، هذا مربع وهذا مربع هكذا. هنا إذا ربعنا الجذر يخرج ما هو تحت الجذر، هذه باينة نعرفها، x مربع زائد 3 x ناقص 4 أكبر تماما من x زائد A زائد B مربع، يعني A مربع x مربع زائد 2 x زائد الواحد. إذن ماذا يصبح لدي؟ تصبح لدي x، وهنا ناقص x هذه تروح مع هذه، 3 x وناقص 2 x، يعني تولي لي x ناقص أي ناقص واحد يولي منها، يعني ناقص 5 أكبر تماما من صفر. هذا يكافئ أنه x أكبر تماما من الخمسة، يعني اس 2 أي الحلول الثاني اس 2 هي أكبر تماما من 5، أي 5 حتى زائد لا نهاية هكذا. يعني اس تساوي ماذا؟ تساوي اس 1 اتحاد اس 2 تقاطع الدي، ومنه تساوي ماذا؟ تساوي أي ناقص اس 1 أي ناقص لا نهاية حتى ناقص الأربعة. شعار صبنا
اس واحد ناقص لا نهاية حتى ناقص واحد. ها لاح اس واحد صبناه ناقص لا نهاية، ونكتبوه اس واحد يساوي اي ناقص لا نهاية حتى وين ناقص الواحد، واس اثنان هاي من خمسة حتى زائد لا نهاية. ودي شعر صبناها دي صبناها هكذا، هاي حتى باش تفهموا تساوي اي من ناقص لا نهاية حتى ناقص الاربعة هكذا اتحاد من الواحد حتى زائد لا نهاية. انتبه هكذا، اذا هذا اتحاد هذا، هذا اتحاد هذا، انتبه اي من ناقص لا نهاية حتى الناقص واحد، يعني هكذا من ناقص لا نهاية حتى للناقص الواحد هكذا اتحاد من خمسة حتى الزائد لا نهاية، انتبه تقاطع الدي، تقاطع الدي. إذن ماذا ينتج عندي، ماذا ينتج عندي؟ لاحظ تقاطع الدي، الدي ناقص أربعة يحبس، وهنا راهم دي باسي من ناقص أربعة فايت حتى ناقص واحد. إذن الأولى لاحظ ناقص أربعة يحبس تقاطع الدي، يعني ها أنا في الجهة هذه اليسرى هذا هذه كامل مشتركة مع الدي في الجهة اليسرى، لاحظ منين من ناقص لا نهاية حتى ناقص أربعة، يعني من ناقص أربعة وطلعت له لا لا، إذن ناقص أربعة هكذا مسموح بها اتحاد ماذا؟ ومن بعد الدي قال لك من الواحد حتى الزائد خمسة، وهذا قال لك من الخمسة حتى الزائد لا نهاية، يعني إذا دخلنا هنا الواحد اثنين ثلاثة هنا لا لا هنا لا لا ما يديهمش، إذا ندو هذه هذه تغلب هذه، إذا اتحاد ماذا؟ خمسة وخمسة مجال مفتوح حتى زائد لا نهاية هكذا. لاحظ هكذا لماذا نعود؟ لأنه هنا 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 تحبس، هنا تحبس في الناقص أربعة ما تكملش حتى لهذا، وهنا بدأت من الواحد لكن هذه لا لا تبدأ من الخمسة، تبدأ منا من الخمسة هكذا. إذا ها ها هو كيفاش نتعلموا نديروا، لاحظ مجموعة الحلول تاع الواحد اس واحد اتحاد اس اثنين بعد تقاطع مجال التعريف اللي جبدناه ها هو اس التالي، ها هي مجموعة الحلول، هي هذه هي مجموعة الحلول اللي تم. نواصل كذلك مع هذا التمرين، يعني هنا تقدروا ديروا بوز وتحلوا التمرين، اي وقفوا الفيديو حلوا التمرين وبعد صحوا معايا. اذا المتراجحة المطلوب منا هو حل المتراجحة عفوا جذر 3 اكس زائد 7 اكبر تماما من اكس زائد 3، اذا تكون المتراجحة معرفة اذا فقط اذا كان تكون المتراجحة معرفة اذا وفقط اذا كان اي 3 اكس زائد 7 اكبر او يساوي الصفر، اي اكس اكبر او يساوي ناقص 7 على 3، يعني ماذا نقصد بهذا؟ اي ان اكس تنتمي الى المجال ماذا؟ الى المجال من ناقص 7 على 3 الى زائد لا نهاية. والان وانا راني نسجل في هذا الفيديو راه عندي ضيف معايا لهنا، حفيدي ابن اخي قصي جاءني من بني مسوس العاصمة، وهو راه قاعد معايا ويحضر في تسجيل هذا الفيديو، وكما نهنئه على نجاحه في شهادة التعليم الابتدائي، يعني انتقل الى المتوسطة، فمرحبا بك يا قصي. مرحبا. واش تقول للتلاميذ هذو؟ لازم تقرا مليح باش طلعت تولي في المستوى تاعهم.
هكذا صح ولدي صح، هي تبع مع عمك، تبع تبع وكي تكبر تبدا انت تدير فيديو هكذا يحضر على راسك تتحشمان منهم. ها هاي خلاص نواصلوا. اذا نحل هذه المتراجحه، اذا نحل هذه المتراجحه على هذا المجال، على هذا المجال. هنا نميز حالتين، عندنا الحاله الاولى، الحاله الاولى اذا كان، اذا كان اي اكس زائد ثلاثة، اكس زائد ثلاثة اقل تماما من صفر، كما درنا مع التمرين الاسبق، اي اكس اقل تماما من ناقص ثلاثة، يعني هذا ان اكس تنتمي الى المجال من ناقص لا نهاية، لانه اقل تماما من ناقص ثلاثة الى ناقص عفوا ناقص ناقص ثلاثة هكذا صح. هنا المتراجحة كما نرى أنها محققة دائما، المتراجحة محققة دائما. لماذا؟ لأن جذر 3 إكس زائد 3 أكبر تماما من الصفر، وهذه أقل تماما من الصفر، يعني كما درنا في الأول، يعني هكذا، أي 3 إكس زائد 7 أكبر من إكس زائد 3، يعني هذه في الحالة هذه، هذه راهي دائما أكبر أو تساوي الصفر، وهذه أقل من الصفر، إذن صح هذه كبيرة على هذه، لأن هذه سالبة وهذه موجبة كما قلنا في النتيجة اللي ذكرناها في بداية الفيديو. إذن هنا المتراجحة محققة، متراجحة محققة، أي إذن حلول المتراجحة، إذن حلول المتراجحة هي كالتالي، لاحظ هي ماذا؟ هي كالتالي، لاحظ لدينا الشطر هذا، أي من ناقص لا نهاية حتى ناقص ثلاثة تقاطع من ماذا؟ من ناقص سبعة على ثلاثة حتى زائد لا نهاية، يعني واش تعطينا؟ تعطينا المجموعة الخالية، ما كان حتى حاجة مشتركة بيناتهم، ما كان حتى حاجة مشتركة بيناتهم. يعني هنا نقدر نقول أن المتراجحة لا تقبل حلول على هذا المجال، المتراجحة لا تقبل حلول على هذا المجال. إذن نقدر نكتب أن المتراجحة لا تقبل حلول، المتراجحة لا تقبل حلول على ماذا؟ على المجال، أي من ناقص لا نهاية حتى لثلاثة هكذا، حتى ناقص ثلاثة، حتى ناقص ثلاثة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أي إذا كان، إذا كان إكس زائد ثلاثة أكبر أو يساوي الصفر، أكبر أو يساوي الصفر، أي ماذا؟ أي إكس أكبر أو يساوي الناقص ثلاثة، يعني وش يعني هذا؟ أن يعني إكس تنتمي إلى المجال من ناقص ثلاثة إلى زائد لا نهاية هكذا. في الحالة الأولى لربما كان اللي ما فهمش على هنا مجموعة الخالية، لأن هنا ناقص ثلاثة وهنا هذه ناقص 2.33، يعني من ناقص ثلاثة تجي الأولى وبعد بها تجي ناقص 2.33، يعني ما يتلاقاوش، ما كان حتى حاجة ما تجمعش، لربما كان اللي ما فهمش على المجموعة الخالية. إذا نواصل مع الحل الثاني، قلنا في هذه الحالة إكس ينتمي إلى المجال من ناقص ثلاثة إلى زائد لا نهاية. هنا نقوم كالعادة بتربيع الطرفين، أي نربع الطرفين، نربع الطرفين هكذا. إذا فتربيع الطرفين أي 3 إكس زائد 7 مربع أكبر تماما من عفوا
من إكس زائد ثلاثة مربع، من إكس زائد ثلاثة مربع. هنا نلاحظ أن الطرفين موجبين، الطرفين موجبين، إذن تولي عندنا ثلاثة إكس زائد السبعة أكبر تماما، هذه راهي على شكل أ زائد ب مربع، يعني تولينا أ مربع زائد 2 أ ب، يعني 6 إكس زائد ب مربع أي 9 هكذا. الرجحة على شكل متراجحة كالتالي، أي إكس مربع زائد 3 إكس زائد الاثنان أقل تماما من الصفر. إذن الآن لدينا متراجحة من الدرجة الثانية. إذن نحسب المميز داتا، داتا يساوي ب مربع ليا 3 مربع ناقص 4 في الأ في السي، إذن 9 ناقص 8 يعني تعطينا 1 1. إذن هنا داتا أكبر تماما من الصفر، إذن إكس 1 يساوي ناقص، أي ناقص بأي ناقص 3 ناقص جذر دلتا، جذر 1 هو 1 على 2 أ 2 في 1، إذن يساوي ناقص 4 على الاثنان أي تعطينا ناقص الاثنان، إكس 2 تساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ أي يساوي ناقص الاثنان على الاثنين يساوي الناقص الواحد. إذن هذا وشرا، هذا تكافئ، تكافئ ماذا؟ تكافئ أن إكس راهي محصورة بالناقص واحد والاثنان. لماذا؟ لو درنا جدول كما موالفين ندير، نديرو مثلا جدول هكذا، لاحظ يعني إكس، وهنا إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 3 هكذا، أي من ناقص لا نهاية، ناقص 2 ناقص الواحد وزائد لا نهاية، لاحظ صفر هيعدم. مادامها من درجة ثانية عكس إشارة أ، أ موجب، إشارة أ، إشارة أ، هنا واش قالون؟ قالونا أي لاحظ مليح، إكس مربع زائد 3 إكس زائد 1 أقل تماما من الصفر، أقل تماما من الصفر، يعني المجال اللي همني هو هذا هنا، أقل تماما من صفر. إذن ومنه، ومنه حلول المتراجحة هي ماذا؟ هي أي من ناقص 2 حتى ناقص الواحد، حتى الوين، حتى ناقص الواحد. وكنا يعني هذه هي اس بحد ذاتها، اس 2 هي اس. لماذا؟ لان كنا صبنا الدي في الاول، صبناه باللي يساوي اي من ناقص 7 على 3 حتى زائد لا نهايه، حتى زائد لا نهايه، وصبنا اس 1 يساوي المجموعه الخاليه، يعني اس 1 اتحاد اس 2 اتحاد اس 1 تعطينا هذا المجال، وهذا المجال تقاطع مع هذا المجال يعني راح يكون هنا، يا لاحظ يعني ناقص 2، هذه ناقص 7 على 3 هي ناقص 2.33، يعني قبل الناقص 2، يعني الناقص 2 راهي هنا ناقص 2، والناقص 1 راهو هنايا ناقص 1. إذن واش يبقى لنا؟ يبقى لنا إلا كي ندير التقاطع، يبقى لي إلا هذا المجال من ناقص 2 إلى ناقص 1، هذا يروح كامل، يبقى لي هذا هو الآس بحد ذاته، يعني ها. ونكمل هذا الفيديو بهذا التمرين الأخير، جذر 4 إكس ناقص 1 ناقص جذر 9 ناقص 4 إكس أقل تماما من الواحد. يعني هذه لازم نرجعها على الشكل بي جذر بي لإكس أقل تماما من جذر كي لإكس، أي هكذا، أي جذر 4 إكس ناقص الواحد أقل تماما من 1 زائد جذر 9 ناقص 4 إكس هكذا، نرجعها على هذا الشكل. إذن هنا لدينا 4 إكس ناقص الواحد
أكبر أو يساوي الصفر، وتسعة ناقص أربعة إكس أكبر أو يساوي الصفر. أي ماذا؟ أي إكس أكبر أو يساوي الواحد أي على أربعة أي الربع، أو إكس أقل أو يساوي تسعة على أربعة. لا انقلبت المتباينة لأنه عندنا ناقص أربعة إكس. ماذا يعني هذا؟ أي أن D يساوي لاحظ أكبر تمام من أكبر أو يساوي واحد على أربعة، وأقل أو يساوي تسعة على أربعة، يعني إكس محصورة بين واحد على أربعة وتسعة على أربعة، يعني هكذا ها هو واحد على أربعة وتسعة على أربعة، هذا هو D. إذا لاحظ حيث لدينا أربعة إكس ناقص الواحد أقل تماما من الواحد زائد جذر تسعة ناقص أربعة إكس، يعني هذه أسهل مما تتصور. لاحظ هنا وش عندنا؟ عندنا هذه أكبر أو تساوي الصفر لأنها موجودة تحت الجذر، هذه أكبر أو تساوي الصفر لأنها موجودة تحت الجذر، وهذا الواحد أكبر تماما من الصفر. هذه حاجة نعرفوها عفوا. إذا ما دام الواحد أكبر تماما من الصفر، إذا هذه كامل منا حتى لهنا أكبر تماما من الصفر. ها؟ إذا بما أن العددين موجبين نربع الطرفين، كما العادة نربع الطرفين. إذا لدينا جذر 4x ناقص الواحد نربعوه هكذا مربع أقل تماما من واحد زائد جذر أربعة تسعة ناقص أربعة إكس، هذا كذلك نربعه أي نربع الطرفين هكذا. إذن هذا تربيع الجذر يخرج أربعة إكس ناقص الواحد أقل تماما من هنا. لاحظ لدينا رأي على الشكل أ زائد ب مربع، احذر متطابقة شهيرة أ زائد ب مربع. إذن أ مربع هي الواحد زائد اثنان في الواحد، يعني اثنين أبي في الواحد في هذا الجذر، يعني زائد الاثنان مضروبة في جذر تسعة ناقص أربعة إكس زائد ب مربع، يعني جذر تسعة ناقص أربعة إكس مربع، يعني يخرج ما هو بداخل الجذر هكذا. إذن تصبح تساوي، لاحظ نجيبه كامل لزيكس والأعداد نجيبه منا، تولي لنا ناقص 4 إكس والربعة تولي لنا 8 إكس، ومن بعد ناقص 1 وهذه ناقص 1 وهذه ناقص 9، أي تولي لنا هنا ناقص 11 أقل تماما من 2 جذر 9 ناقص 4 إكس، جذر 4 إكس. إذا انتبه هنا نميز حالتين، الحالة الأولى الحالة الأولى يعني إذا كان 8 إكس ناقص 11 أقل تماما من الصفر، يعني ندرس إشارة 8 إكس ناقص 11 هنا، أي ماذا؟ أي إكس أقل تماما من 11 على 8، من 11 على 8. سنرى إذا كان هذا صحيح ولا لا، يعني 8 X ناقص 11 أقل من 2 تمام من 2 9 ناقص 4 X، هل هذه المتراجحة محققة أم لا؟ إذا كان هذا أقل تماما من الصفر وهذا أكبر تماما أو يساوي الصفر، أكبر عفوا أو يساوي الصفر، إذن هنا محققة لأنه هذا سالب يكون أقل تماما من الموجب، إذن هذه واش نقوله متراجحة محققة، متراجحة محققة. إذن قلنا إكس مدام محققة إذن نقبل بالمجال، أي الأول اللي هو أس أي أس واحد يساوي أي من المجال من ناقص لا نهاية حتى 11 على
8 هكذا، لأن أقل تماما من 11 على 8. الحالة الثانية، هكذا. إذن في هذه الحالة الثانية، إذا كان 8x ناقص 11 أكبر أو يساوي الصفر، أي ماذا؟ أي x أكبر أو يساوي 11 على 8. يعني نلاحظ، لو درنا كيما هذه، لاحظ 8x ناقص 11 أقل تماما من 2 جذر في جذر 9 ناقص 4x. يعني لاحظ أن هذه قلنا في الحالة هذه قلنا باللي هي أكبر أو تساوي الصفر، وهذه أكبر أو تساوي الصفر. إذن هنا واش ندير؟ بما أن العددين موجبين، واش ندير؟ نربع الطرفين. بما أن العددين موجبين نربع الطرفين، إذن واش ينتج لدي؟ 8x ناقص 11 مربع أقل تماما من 2 في جذر 9 ناقص 4x مربع هكذا. إذن A ناقص B مربع تنتج عندي أي 8x مربع يعني 64x مربع ناقص 2AB أي 2 في 8 في 11 أي 2 في 8 16، 16 في 11 تعطينا 176x هكذا، و 11 مربع أي زائد ب مربع أي 121 أقل تماما 2 مربع اللي هي 4 في ما هو دخل الجذر يخرج، لأن الجذر مربع يخرج من 9 ناقص 4x هكذا. إذن تنتج عندي تولي لي 64x مربع، و الربعة في ناقص 4x تعطينا ناقص 16x، تولي منا تولي زائد 16x وناقص 176x، يعني نحي 16 منا تولي لنا ناقص 160x. التسعة في الربعة، تسعة في الربعة 36، تولي منا تولي ناقص، يعني 121 نقصوا منها 36 تعطينا 85 زائد 85 أقل من الصفر. صبحت عندي أقل تماما من الصفر عفوا، صبحت عندي متراجحة من الدرجة الثانية، إذن هنا نخدم بالمميز ذات، أي المميز ذات هو ب مربع يساوي ب مربع اللي هو ناقص 160 مربع ناقص الأربعة في الأ اللي هي 64 في السي اللي هي 85. إذا نستعمل الحاسبة، ناقص 160 مربع استعمل الحاسبة، شعال شطينتي، هيا خدمو 25600 الناقص، لأنه إشارة النقص هنا، شعرة عطتني 21760، إذن نقص هذه من هذه، شعرة عطتنا 3840، 3840، يعني هذه أي جذر 3840 يساوي جذر 16 مربع في 15، أي يساوي 16 جذر 15. أرجع إلى عملية الجذور سنة الرابعة متوسط. إذن هنا دلتا أكبر من الصفر، أكبر تماما من الصفر، إذن لدي حلين متميزين، أي إكس واحد يساوي ناقص ب، أي ناقص ناقص 160 ناقص جذر دلتا اللي هي 16 جذر 15 على 2 أ، أي 2 في 64 تساوي أي 160 ناقص 16 جذر 15 على 128.
أي تساوي، هنا نقوم بتفكيك المقام، 160 على 128 ناقص 16 جذر 15 على 128، ومنه ما كم نجد؟ إذا اختزلنا هذه على هذه تصبح ماذا؟ تصبح 10 على 8، وهذه 16 مع هذه كذلك. لاحظ أنت، نعلمك كيف تختزل هذا الكسور، يعني نعود ونرجع إلى السنة الرابعة متوسط ونتعلمها لك. 160 وين كان هنا أ ومن بعد بي على سي، اللي تبعوني من بداية السنة الرابعة متوسط راهم على بالهم بهذا الأرصاء هكذا، أي آل بالمقلوب 128 أعطت لنا شعال 114. انتبه انتبه مليح معايا، شوفوا واش عطات لنا، نروحوا للمسودة هنايا هكذا، يعني هذا 160 على 128 عطات لنا واحد هكذا، وبعد واحد هكذا في الحاسبة 4، هذا يعني أنه 1 زائد 1 على 4 كن وحد المقام يساوي أي 4 زائد 1 أي 5 على 4، 5 يعني هذه صبتها 5 على 4، بقات لي 16 على 128، انتبه، لاحظ 16 ومن بعد هذه لاتوش أ ومن بعد على سي هذه على 128. ما تعطينا 1 على 8، ها 1 على 8، إذا انتبه، إذا هذه 16 على 128 أعطت لنا ماذا؟ أعطت لنا 1 على 8، لاحظ، إذا أنا واش نتج عندي؟ نتج عندي أي 5 على 4 ناقص 1 يعني جذر 15 على 8، ما عليا إلا نعاود نرجع لهذه لهذه ونوحد لها المقام، نوحد لها المقام واش يولي؟ لاحظ باش تعلم كيفاش تحسب، لأنه بزاف اللي يعرف الرياضيات ما تكيل حق الحساب ربي يجيب. هاي 5 على 4 هذه نوحدوا لها المقام يولي 8، يعني واش يولي لنا؟ يولي لنا 10 ناقص جذر 15 على 8، هاي اكس 1، هذه اكس 1 هنا صبناها. روحوا لإكس اثنان، إكس اثنان يساوي أي نفس الشيء، تخرج النتيجة أي 10 زائد جذر 15 على 8، جذر 15 على 8، يعني لو جينا حسبنا هذا في الحاسبة وحسبنا القيمة هذه شحال راح تكون، أو مكان لها نحسبها، ما نحتاج إكس واحد وإكس اثنان، نعرفوا بلي هذا العدد أقل من هذا العدد. نصنع جدول، نجي نصنع جدول، ها هو الجدول، انتبه معي، أي لدي إكس ولدي 64 إكس مربع ناقص 160 إكس زائد 85 هكذا، إذا من ناقص لا نهاية، ومن بعد هنا واش يجي؟ يجي 10 ناقص جذر 15 على 8، وهنا يجي 10 زائد جذر 15 على 8، وهنا زائد لا نهاية هكذا، إذا هنا يعدم هذه وهنا تعدم، كيف مدام من درجة ثانية عكس إشارة أ موجب 64 عكس إشارة أ إشارة أ يعني انتبه لنا، لاحظ احنا واش عندنا الان وراي مترجحة اقل تماما من الصفر، يعني انا اللي همني الان هو هذا المجال، هو هنا اقل تماما من الصفر، لكن مع مراعاة حاجة، لاحظ في الحالة الثانية هذه اللي درسناها واش قال لنا؟ اي اكس، انتبه جيدا، اكس اكبر او يساوي 11 على 8، اكس أكبر أو يساوي 11 على 8، نرجع للجدول تاعي، هذه 11 على 8 هل راهي هنا مع هذه سوا راهي هنا وين راهي؟ إذا لازمني نعرف قيمة
10 ناقص جذر 15 على 8، وهذه باش نعرف وين راهي الدور، هذيك 11 على 8. اذا لو ناتي ونحسب في الحاسبه، لاحظ انتبه معي، يعني كي نحسبوا 10 ناقص جذر 15 على 8، دير هذو كي تحسب في الحاسبه، دير هذو بين قوسين هكذا واكتب، ومن بعد اقسمهم على 8 بس تجيب النتيجه تاعك صح. 10 ناقص جذر 15 على 8 سنجد بالتقريب 0.77، وهذه شحال؟ 1 بالتقريب 1.73، وحنا قالوا لنا باللي اكس في الحاله هذه تكون اكبر او تساوي 11 على 8، يعني 11 على ماذا؟ على 8. 11 تقسيم 8 شحال تعطينا؟ تعطينا 1.37، يعني 11 على 8 تعطينا بالتقريب 1.37 ولا 38 كي ندورها الى 10 قوى ناقص 2. اذا انتبه، الواحد فاصل 38 هذيك وين راهي جايه؟ راهي ماهيش جايه قبل 0.77، راهي هنا في هذا السيكتور، راهي هنايا هاكا 1.38. يعني هذه يعني قال لك اكس لازم تكون اكبر او تساوي 11 على 8، يعني اللي 1.38، يعني هذو كامل ما نحتاجوهمش، يعني منا للفوق، تشوف منا الى للفوق صح. وين الفوق؟ لحد هنا هكذا لحد هذه صح. اذا الاس اثناني، اس اثناني تساوي اي اكبر او يساوي 11 على 8 الى هذه 10 زائد جذر 15 على 8 هكذا هكذا. اذا الان صبت الاس واحد وصبت الاس اثناني، درك ما عليا الا ندير المجال تاعي، يعني الاس تساوي اس واحد اتحاد اس اثناني تقاطع الدي. انتبه معي غير بالعقل، اي تساوي اس واحد اللي قلنا هي ناقص لا نهاية 11 على 8 هكذا، اتحاد 11 على 8 حتى العشرة زائد جذر 15 هكذا على 8، تقاطع الدي اللي صمناه من 1 على 4 إلى 9 على 4. أيوه انتبه غير بالقل صح. هذا 9 على 4 شحال؟ هي 2.25، وقلنا شحال صبنا الجذر هذا؟ شحال صبناه؟ 1.73، 1.73 صح. انتبه معي غير بالأقل، يعني تقاطع هذا صح 1 على 4، 11 على 8 شحال صبنا 11 على 8؟ قلنا 1.38، 1.38 صح. 1 على 4 الربع هو 0.25. ايوه انتبه، يعني لو جينا ودرنا باش تفهموا مليح نديرو مستقيم مدرج. ها هو الصفر صح.
قلنا من نقص ما لا نهاية حتى لاحظ انتبه مليح غير بالعقل بس تفهم، من نقص لا نهاية هنا حتى زائد لا نهاية. قلنا اس واحد هي من نقص لا نهاية حتى 11 على 8 اللي هي 1.38، يعني ها هو الواحد، يعني حتى السكتور هذا هنا 1.38، ومن بعد يجي السكتور الثاني اس 2 منا حتى 1.73 اللي هي هذه 10 زائد جذر 15 على 8 1.73، يعني تقريبا في الاثناني. ها هي الاثناني هي تقريبا هنا، ها هنا 1.73. المجال تاعي هو من 0.25، نديروه بلون اخر، من 0.25 يعني منا حتى 2.25، حتى لوين؟ حتى 2.25 هنا. إذن لاحظوا معايا أن المجال تاعي منا، لأنه راه من نقص لا نهاية اتحاد حتى لهنا، لكن المجال تاعي يبدأ من الربع اللي هو هذا، من الربع منا يبدأ المجال تاعي، يعني هذا كامل راح حتى 10 زائد جذر 15 على 8، يعني ما يوصلش 9 على 4 لانه هذا يقطعها حتى لهنا، يعني حتى لوين؟ حتى لهنا وصيبه، يعني هذا راح. ها صح، واش بقى لي؟ قال هذا الشطر هذا فقط، هذا المجال ها هو هذا هكذا. إذن اس واش تساوي؟ ها قلنا اس واحد اتحاد اس اثنين تقاطع الدي، إذن اس تساوي ها اس تساوي ماذا؟ من واحد على 4 إلى 10 زائد جذر 15 على 8، يعني في هذا المجال ها هي الأس. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو الآخر، يعني السابع والآخر بالنسبة للدروس اللي راح نتناول فيه، يعني راح يكون أعمال موجهة، راح نتناول فيه المعادلات والمتراجحات مضاعف التربيع، يعني اللي تكون يعني معادلة متراجحة تكون على الشكل AX أس ربع زائد BX مربع زائد C تساوي الصفر. يعني قلت لكم هذاك راح يكون آخر فيديو السابع وآخر فيديو بالنسبة للدروس، يعني إذا أضفنا فيديوهات أخرى بإذن الله فوق هذا راح تكون إلا لحلول التمارين فقط. إذن إلى ذلك الحين أعزائي الطلبة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.